بسم الله الرحمن الرحيم. مصر كلها كانت امبارح بتحتفل بإطلاق مشروع من أهم المشاريع، وهذا المشروع بترجع أهميته لأن أنت بتحافظ على الأمن القومي الغذائي للمصريين، وفي نفس الوقت أنت بتنظر لقدام، يعني بتشوف الأجيال القادمة أخبارها إيه، توفير الغذاء، لأن أنت بتتكلم على الاستدامة في توفير الغذاء مع زيادة سكانية، وفي نفس الوقت في تغيرات مناخية وفي تحديات كثيرة بتطرأ في ظروف مفاجأة. فجأة ظهرت أزمة كورونا، فيروس كورونا، وابتدينا نتعامل مع هذا الوضع، والحمد لله مصر أثبتت يعني كفاءة واستقرار كبير جدا في مجال الحفاظ على الأمن القومي الغذائي. بقينا نشوف التغيرات أو الأحداث السياسية اللي طرأت، و العالم كله بيتعامل ازاي النهاردة مع الغذاء. يعني انت بقى عندك ضوابط للتصدير والاستيراد، فعلا بقى في دول مش عايزة تصدر علشان تحافظ على الغذاء لشعوبها، في دول ظروفها السياسية بتحتم ان انت هيبقى في صعوبة في التعامل او التعاون، فكان لابد النظر ومراجعة اوراقنا. ده ما حصلش في يوم وليلة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر وكان ملف الزراعة من الملفات اللي ليها الأولوية، الغذاء. وعلى فكرة كان في ناس كتيرة جدا بتسأل الدولة بتعمل ده ليه؟ ايه المردود منه؟ انتوا ليه بتعملوا طرق في هذه الأماكن؟ هي الفلوس دي مش احنا كنا أولى بيها؟ وكانت هذه العبارات تعتبر مؤلمة لأن اللي ما يعرفش كان بيرددها. لكن لو رجعنا بالتاريخ وشفنا ما حدث في القطاع الزراعي في السنوات الماضية، وإن إحنا توقفنا عندما تم تنفيذه في عهد محمد علي باشا، يعني أنت تشوف الدلتا الجديدة ونظم الري و و و و، طب أنت عملت إيه في طول السنوات الماضية على مدار هذه السنوات؟ كانت محاولات بائسة لإصلاح أراضي جديدة لم تنجح إلا مثلا مدينة النوبارية. لكن إيه السبب؟ السبب كان بيتم طرح أراضي بدون خدمات. النهاردة الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر على أن طرح هذه المشاريع يكون شامل كل الخدمات والمرافق اللي محتاجها المستثمر اللي هيشتغل في هذا المكان. الراجل ده جاي عايز يشتغل، فمحتاج طريق، محتاج كهرباء، محتاج مية، محتاج وسيلة جيدة لتسويق محاصيله. وبالتالي كانت الدولة بتشتغل في هذا الملف منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر. الاحتفال امبارح كان احتفال بالتنمية، كان احتفال بالتعمير، كان احتفال بالأمن الحقيقي. تخيل فعلا الغذاء أمن، انت تكون موفر موارد غذائية للشعب المصري. مستقبل مصر هو يعني نقول باكورة المشروع الكبير الدلتا الجديدة، واللي كل علمائنا اللي احنا دايما بنفتخر وبنتشرف ان هم عينيهم سهرانة ليل نهار عشان يطوروا البحث العلمي، علشان يدرسوا طبيعة أراضينا وجودة المياه ونوعية المحاصيل وملفات وأسرار وخبايا لزيادة الإنتاج. أنا النهاردة بيشرفني وجود أحد علماء مصر يعني البارزين في مجال مهم جدا، اللي هو عنده المعلومة عن أسرار وخبايا الأرض الزراعية، اللي فاهم نوع التربة دي إيه، أتعامل معها إزاي، جودة المية نفسها. أنا بيشرفني وجود الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية. منور دكتور محمد، كل عام وحضرتك طيب. حضرتك طيب. هذا المشروع هو كان حلم لكل علمائنا إن هو يشوفوه بيتحقق على أرض الواقع. طبعا. رأيك إيه في المشاريع الزراعية عموما ومشروع الدلتا الجديدة؟ والله بص حضرتك، أنا من ساعة ما تولى سيادة الرئيس وهو بيتجه للتنمية الزراعية زي ما حضرتك قلت، فعلا التنمية الزراعية بدأ يبقى لها دور فعال في الفترة الأخيرة. وعندنا طبعا حضرتك عارف مشروع 1.5 مليون فدان اللي احنا برضو اشتغلنا فيه وعملنا دراسات بتاعته عليه كتيرة جدا، وحطنا له تركيب محصولية وهو مفروض شغال. مشروع دلوقتي توشكا لزيارة سيادة الرئيس من حوالي أسبوعين، وده برضو طفرة. صح. مشروع توشكا ده احنا كنا بنتكلم عليه سنة 2000، لكن دلوقتي لقيناه بيتحقق بعد 22 سنة. كان حصل فيه ركود، يعني حصل ركود طبعا من سنة 2000. ده انا فاكر اللي احنا عملنا الدراسات بتاعته عندنا في المعهد سنة 2000، يعني بقى لنا 22 سنة. 22 سنة ولحد ما بدأنا نشوف ازاي الكلام ده بيتطبق على ارض الواقع
واخد بال حضرتك، والتقنيات الحديثة المستخدمة في استصلاح واستزراع النوعية دي من الأراضي، واخد بال حضرتك. فأنت عندك مشروع بتاع التوشك ده تقريبا 500,000 فدان، وأكيد وبرضه أكيد كان في زيارة سيادة الرئيس من حوالي أسبوعين ثلاثة هناك، كانت حاجة يعني فخر يعني. عندك المشاريع التانية اللي هي بتاعة وسط وشمال سيناء، عند حوالي استصلاح 460,000 فدان، والمياه اللي جاية من محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعي والصحي، واخد بال حضرتك. ودي عشان بتطلع تقريبا 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، ودي تعتبر أكبر محطة موجودة على مستوى العالم في المعالجة مياه الصرف، واخد بال حضرتك، والاستخدام في الزراعة، هتخدم حوالي تقريبا 460,000 فدان. في المقابل بقى هتلاقي الدلتا الجديدة، المحطة اللي هتتعمل هناك على غرار المحطة الموجودة في مصر بحر البقر، هتطلع تقريبا 7.5 مليون متر مكعب يوم، 7.5 مليون متر مكعب، يعني أكبر كمان من محطة بحر البقر بتكلفة عالية جدا، مليون متر مكعب في اليوم يوم. يعني ده يعني هي يعني الموضوع كبير يعني. يعني احنا بنتكلم على حصتنا من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر بالزبط. مكعب بالظبط، احسب بقى 7.5 مليون متر مكعب، اضربهم بقى على مدار السنة، شوف هيطلع لنا كمية قد ايه. كل الكلام ده كان هدر، كان عندك هدر عالي جدا في المياه بتاعتك، واخد بال حضرتك. لكن دلوقتي بعد الظروف اللي احنا شايفينها، الظروف السياسيه، زائد ان انت عندك ترشيد في مياه الري من خلال المشاريع تحديث الري اللي موجوده، كل الكلام ده هيوفر لي كميه مياه معقول. من وجهه نظر حضرتك العلميه اثر على جوده التربه نفسها؟ هو الري بالغمر احنا غالبا الفلاح ما كان بيستخدمه في الدلتا القديم، واخد بال حضرتك، ومع توادي الاستخدام بتاع الري بالغمر احيانا بيبقى برضو، احنا عايزين نقول ان دايما اي محصول يعني لازم الناس يبقى عندها الوعي. وانا يمكن جيت مع حضرتك قبل كده وكلنا في بعض الحاجات توعيه بالنسبه للمزارعين، يا جماعه انا ببديش الميه الكتيره، ده مش معناه ان انا هطلع انتاج كويس، بالعكس الميه الكتيره السماد اللي انت بتضيفه بيتغسل، الارض بصفه عامه في اتزان سبحان الله ما بين الهواء والميه اللي موجود، فانت لما بتدي الميه الزياده انت النبات جدر ما بيبقاش له فرصه يتنفس، واخد بال حضرتك ازاي، فبيحصل لي اعفان جذور، بيحصل لي في الاخر هدر في المحصول. فلازم كل نبات له مقنن مائي زي ما له مقنن سماتي، صح، واخد بال حضرتك. وثانيا احنا عندنا وزاره الزراعه بتطلع نشاط ارشاديه لجميع المحاصيل لجميع انواع الاراضي، بمعنى هتبص هتلاقي المقنن المائي اللي موجود في اراضي الدلتا غير المقنن المائي اللي موجود في الصعيد، غير المقنن المائي اللي موجود في الاراضي الجديده، واخد بال حضرتك. الكلام ده كله لازم يؤخذ في الاعتبار، فلما يبقى اي مزارع يجي يشوف النشره الارشاديه بتاعته هيبص هيلاقي كل حاجه بالتفصيل، مقننك المائي قد كذا وبتتروي قد كذا وكل حاجه واضحه. هل الري داخل الاراضي الجديده بالغمر هو جريمه؟ يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، يمكن إحنا بنقول إن الأرض الطينية عشان نسبة الكلي فيها عالية شوية وقوامها مختلف عن الأراضي الصحراوية اللي هي أغلبها أراضي رملية ناعمة أو خشنة، لما تبقى الحبيبة بتاعت الرمل دي خشنة، فأنت يعني بتلاقي إن الحبيبات لما تيجي تتخيل شكلها بتترص مع بعض، فبيديك بورس أو بيديك فراغ، الفراغ ده أول لما بضيف المية بتنزل، صح. وعشان كده دايما كل الأراضي الصحراوية بتتروي بالري الحديث. حضرتك بص في توشكا، بص في الجزء السيد رئيس امبارح اللي اتعرض، ده كان صرح، كان حاجة يعني أسطورة، يعني حاجة الواحد ما كانش متخيل الجمال ده يعني. شوف الري المحوري عامل ازاي هناك، واخد بال حضرتك، الري اللي هو البيفوت تقريبا 100-125 فدان. شوف الري الموجود في توشكا، لان كده حسب كل قطره ميه راحه فين، طبعا استخدمها في ايه. ما هو انت الدوله دلوقتي بتحاول ازاي انت تستفيد من وحده الميه اللي انا اجيب اعلى انتاجيه، واخد بال حضرتك ازاي، ازاي انا اعظم الاستفاده من وحده الميه، بدليل الميه اللي احنا قاعدين الصرف الزراعي ده كله كان من نهايته البحر زمان وبينزل على المجاري المائيه ويلوثها، يعني كمان في بعض الناس كانت بترمي على المجاري المائيه وبتلوث الكلام ده، لا الكلام ده مبقاش موجود دلوقتي، وده كله كان خير احنا ما بنستخدموش. طبعا طبعا. وثانيا بقى لما انت كمان بقى اصل انت ايه، لما تيجي مثلا حضرتك الصرف الصحي مثلا، الناس كانت بتيجي مش كله بيترمي في مش كل القرى طبعا فيها صرف صحي، ما حضرتك عارف، يمكن دلوقتي لا بقى في بنيات اساسيه بالظبط هتغطي الكلام ده كله طبعا، فاحنا ما عندناش مشكله. طبعا يمكن احنا مصر بقى يعني زمان كان بيرموا احيانا بتشوفها كتير الترانشات وتشوف يقوم رميها لك في الترعه مصيبه سودا، ما هي مليانه فيروسات ومليانه بكتيريا ممرضه،
وهنا التنميه كانت على كل المحاور، يعني مفيش محور واحد بيشتغل. لا طبعا انا هبتدي استفيد من كل قطره مياه، يبقى لازم احافظ على جودتها، يبقى حياه كريمه هتخش بالزبط. توجد حياه فعلا كريمه للمواطن، يبقى عنده شبكه صرف صحي وميه شرب صالحه بالزبط. وفي نفس الوقت انا هستفيد بهذه الموارد المائيه. محطات المعالجه كان في ناس بتخاف منها زمان، وكانوا بيقولوا جودة هذه المياه ونواتج هذه المحطات هتبقى أزمة على البيئة. طبعا ايه الوضع الحالي؟ هقول لحضرتك مثال. زمان، خلينا في زمان، واخد بالك، كتلاقي مثلا المحطة بتاعت أبو رواش، أنا مش فاكر الأرقام بالتحديد بس هديك مثال، بتبقى المحطة مصممة إنها تعالج 350 ألف متر مكعب في اليوم. تمام. لكن الإكستنشن ما كانش محطوط، ما كانش فيه الرؤية اللي موجودة حاليا اللي هي السستينابيلتي، اللي هي التنمية المستدامة لأي مشروع بيتعمل. تيجي تبص تلاقي المحطة بقى بيخش لها 700 ألف متر مكعب في اليوم، بس هي طاقتها 350 ألف متر مكعب في اليوم. فتبص تلاقي 350 ألف متر مكعب في اليوم بيتحلل، بيحصل لهم تريتمنتس، ومش بس مش معالجة ثلاثية، في محطات آخرها معالجة ابتدائية، وفي محطات اللي كانت يعني مقطعة الدنيا بتبقى عشان كده مزال يقول لك المادة جاية من المحطة مش حلوة، والماء البحري جاية لي مش مكفية انها تعمل المعادلة بتاعتها. فتخيل حضرتك ان الحطة دي مصممة انها تاخد تحل تعمل لك معالجة ل 350 ألف متر مكعب، بيجي لك 700 ألف متر مكعب، بيحصل إيه؟ بيقوم معالج لك ال 350 والباقي بيعمله باي باس في مواسير حوالين المحطة بدون أي معالجة، وتتقابل الجزء اللي تعالج مع الجزء اللي مش يتعالج وترمي في مصرف. والفلاح في أحياناً مناطق كتير كان فيها فقر أو شورتج في المية، فيقوم الفلاح بيستخدم المية دي يقول لك مليانة عناصر غذائية، ما يعرفش بقى أنها مليانة فيروس روتا، مليانة هيباتيتس A وهيباتيتس B، ومليانة عناصر ثقيلة، مليانة بلاوي. الكلام ده بقاش موجود حاليا. دلوقتي المحطة بحر البقر اللي اتعملت محطة جيدة جدا، بتطلع لي 5.6 مليون متر مكعب، معالجة ثلاثية. معالجة ثلاثية ثلاثية يعني بقت مية شرب خالية. هو احنا لما حضرتك تشوف المجاري المائية المصرية لما تمشي عليها، واحنا عملنا عليها دراسات كتيرة جدا للملوثات اللي موجودة في المية، لقينا ان اغلب التلوث اللي موجود في هذه المجاري المائية تلوث بيولوجي، تلوث بكتيري. واخد بال حضرتك، الفلاح في منطقه بحر البقر دي قبل ما تتعمل منطقه بحر البقر، كان الفلاح بياخد على طول من الترومبه من مصر بحر البصر بحر البقر ويروي بيها اي حاجه بدون اي ريستريكشنز. احنا بنقول حتى الجميع كان بيتصل او يبلغ المسؤولين ان الزرع بتاعه بيتلف بسبب هذه المياه. طبعا انا عندي الزرع مات، الزرع نشف، كل ده بسبب عدم جوده المياه. وعدم جوده المياه مش بس كده، الزرع اللي طالع ملوث. وتيجي احنا يمكن انا عشان مهتم بمصر البحر البقر ده، لان عملنا عليه دراسه كبيره جدا سنه 2005، كان المصرف ده من اكتر المصارف تلوثا في مصر، ومل التلوث تلوث بيولوجي. مش عارف ليه احنا بننسى، يعني المواطنين والفلاحين اللي كانوا بيشتكوا بقالهم سنين من مصرف بحر البقر، زي ما كنا بنشتكي، ما نيجي النهارده نقول ايه اللي حصل؟ طفره. ما تيجوا تحكوا لنا، يعني ده لازم نشوف بلدنا بتتقدم ازاي. محطه او مصرف بحر البقر لما كان اي مواطن بيكلمني ما كنتش ببقى عارف ارد عليه، لان هو ده الوضع مش هيتغير، هتبقى مسكنات. لكن النهارده لا. تم حل المشكله طبعا، وتم الاستفاده من هذه المياه. لا دي مصر كمان بعد محطه المعالجه اللي هي عاملاها بالكواليتي اللي طالعه بتاعه المياه اللي هي تستخدم بدون اي ريستريكشنز، يعني احنا بنستخدمها من غير اي ريستريكشنز في الاستخدام. ليه؟ هو احنا بنقول المايه دي تنفع وما تنفعش على اي اساس؟ ما احنا عندنا بنشتغل على الجايد الدوليه، بنشتغل على حاجه اللي هي الاي بي اي اللي هي الانفيرومنتال بروتكشن ايجنسي، بنشتغل على دبليو اتش او اللي هي منظمه الصحه العالميه، بنشتغل على الفاو لاستخدام الوست ووتر في الزراعه، واخد بال حضرتك. فهم محددين ده بكذا بارامترز احنا بنقيسهم، سواء من الناحيه الكيميائيه، سواء من الناحيه البيولوجيه، سواء للضاف جديد الناحيه الفيروسيه، الروتا فيروس اللي احنا بنتكلم عليها اللي وزاره الصحه دلوقتي كانت بتعمل لها تطعيمات. ما هي دي مصدرها ايه؟ اللي انت بتروي بميه صرف صحي، هي الروتا فيروس اللي بتيجي لكبار السن وبتيجي للاطفال، دول اكتر ناس عرضه ليها بسبب الري بالمياه الملوثه. طبعا ما هي مليانه روتا فيروس، وفي كمان الكبد التهاب الكبد الوبائي اي وبي، ما هي دي كلها الكلام ده كله موجود نتيجه للصرف الصحي. ويقول لك ان السبب الرئيسي لهذه الفيروسات هي الاستخدام مياه الصرف الصحي بدون معالجه. عشان كده كان يقول لك ايه، بلاش تاكل خضار. بلاش تاكل الزرع اللي هي عشان بالظبط كده. تمام. يعني احنا المحطات اللي كانت بتطلع زي ابو رواش زمان اللي فيها معالجه احاديه وثنائيه، كنا نقول لهم يا جماعه دي ما تستخدمش لاي حاجه تتاكل،
ما تستخدمش لأي نبات جذري ملابس الأرض، يعني ما تنفعش تزرع عليها جزر، ما ينفعش تزرع عليها أشجار. بطاطس لازم أشجار وأشجار خشبية. إحنا عملنا لها ماكسمايزنج يوز زمان، اللي إحنا استخدمناها لإنتاج وقود حيوي وزرعنا بيها الجدروفا وزرعنا فيها الهوبا في الظهير الصحراوي بتاع الأقصر. صح. يبقى أنا كده إيه المكس... ده اللي كان في إيدي ساعتها قبل ما تحصل الثورة اللي موجودة دلوقتي في عالم معالجة المية وفي عالم التنمية الزراعية. يعني اللي انا عايز اقوله برضو اضافه لكلام الدكتور محمد، لان هو حديث ممتع جدا، انت كان دايما لما تيجي تتكلم يقول لك لا اصل الميزانيه لا تسمح، ما تسمحش، اصل دي هتتكلف مليارات الجنيهات. صح. احنا علشان نعمل ده هياخد مننا سنين طويله فعلا. كان طب تعالى كده قول لي، كان في بوابه في ترعه مكسوره، بوابه في ترعه، وتعالى عشان تصلحها وشوف كنت بتتصل بكم مسؤول، ولما بيتم اصلاحها او احلال وتجديد انجاز والناس بتتصل وتشكرك وفرحانين لكن النهارده انت بتتكلم على مشاريع قوميه، انت بتبني بلد فعلا والناس شغاله. انت ده احنا بنتكلم على الاراضي القديمه، لما تيجي تشوف بقى المشاريع اللي بتتم واستحداث اليات جديده، يعني الحفارات اللي بتدخل النهارده عشان تعمل ترع في الدلتا الجديده، طريقه العمل وتكلفتها، مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها غاليه، هو مفيش حاجه غاليه امام صحه المصريين وامام الحفاظ على الامن القومي الغذائي. نواتج هذه المحطات هل هي تعتبر ثروه ولا هتبقى ملوثه للبيئه؟ ما انا النهارده عشان اعيد تكرير المياه، لا ده سؤال يعني جاي في محله، لان لسه يمكن النهارده تاني اجتماع مشكل من معالي رئيس الوزراء لجنه مشكله من جميع القطاعات المعنيه. يعني بص بقى دلوقتي لما تيجي تحكم على حاجه علميه، بص اللجنه مكونه من مين؟ وزاره الزراعه ممثله طبعا فيها، وزاره البيئه، وزاره الصحه، مركز بحوث الاسكان، جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، واخد بال حضرتك ازاي؟ بتوع متبقيات المبيدات داخلين معانا في التحليلات. تخيل اللجنه دي جايه وتقعد على اساس نقول كلمه مدى استخدام، احنا هنسميها باللغه بتاعت زمان الاسلادج، الحمقه، لكن هي حقيقه الامر هي مش زي الحمقه اللي احنا بنعرفها. على فكره الحمقه هي كلمه بتخض جدا، بتخض الفلاح وبتخض المواطن. وعلى فكره المسؤولين، انا اقول لحضرتك من سنه من السنوات، من حوالي 4-5 سنين، محافظ الاسماعيليه في هذا التوقيت اصدر قرار بان نواتج محطات معالجه المياه الصرف الصحي ممنوع ان يجي فلاح ياخدها. صح. الا باذن من وزاره الزراعه، من مديريه الزراعه، علشان دي هتستخدم في الاشجار الخشبيه، ما تجيش ناحيتها لان دي بالزبط. تلوث شديد للزرع ولصحه الانسان. مش بس كده، ده انت كمان حضرتك لما ممكن تضيفها في اراضي رمليه، ما هو في لما ليها جداول وليها معايير دوليه كتيره جدا، واخد بال حضرتك؟ لما تيجي تضيفها، مش بس حتى لو ضفتها الاشجار، انت لازم تضيفها، دي ممكن تعملي تلوث للمياه الجوفيه، لان انت في لونج تيرم يوز وشورت تيرم يوز، فعلى حسب الملوثات اللي موجوده فيها. أيوة. وعلى حسب نوع الارض اللي هتضاف عليها، وعلى حسب قرب المياه الجوفيه للسطح، في داخل فيها معايير كتيره جدا، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده سبحان الله، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللجنه دي قاعده بتتكلم الحمقه دي، الناس كلها حتى اللجنه متخوفه منها عشان زي ما حضرتك اسمها حمقه، لكن لما جيت شفنا شكلها، يمكن احنا جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بعت لنا احنا بصفه خاصه قبل ما تتم اللجنه، قبل تشكيل اللجنه من معالي رئيس الوزراء، قال لك يا جماعه طب شوفوا لنا التحليل. بصراحه انا لما شفت التحليل انا اتخضيت، افتكرت التحليل غلط. اي حمقه بتجيلنا مليانه عناصر ثقيله زي الكادميوم زي الرصاص زي الكوبالت زي النيكل زي الكروم، مليانه باثوجينيك بكتيريا اللي هي البكتيريا الممرضه اللي بتجيب لك النزلات المعويه لما بتستخدمها، زي التوتال، زي اللي بيسموها بكتيريا القولون البرزيه والطفيليات والسالمونيلا والشيجيلا، منبع عارف انت ميديا، وده كان سبب باثوجينيك بكتيريا طبعا، دي سبب امراض كتيره جدا. الغريبه بقى لما احنا التحليل المبدئي اللي احنا عملناه، طبعا هم اللي جابوا لنا العينه ما حدش خدها يعني، فلما جينا عملنا التحليل بصينا لقينا لا فيها باثوجينيك بكتيريا ولا فيها طفيليات ولا فيها عناصر ثقيله، لدرجه طب الحاجات دي راحت فين؟ ما هي دي جديده. زمان التقنيه اللي كانت بتستخدم في محطات الصرف الصحي القديمه كانوا بيستخدموا حاجه يسموها الحمقه النشطه، ان هو بيعتمد ان هو بينمي، بيديك تهويه في جوه التانك، يطلع لك اكسجين عالي، يكسر لك اللي يقدر عليه من الحمض العضوي اللي موجود او الملوثات الموجوده. التقنيه اللي هناك مختلفه خالص.
ده هم بيضيفوا في الـ في الـ في في مصر البحر البقر ده بيضيفوا بعض المركبات الكيميائيه اللي بتقضي على الحمأة، حتى الشكل بتاعها مش زي الحمأة اللي احنا عارفينه. بيحصل معالجه ليها الاول، بيحصل معالجه طبعا، وبعد كده بيعملوا تجفيف شمسي. يعني العمليه مش بسيطه كده. فاحنا بناخد المنتج النهائي احنا كلجنه عشان نقيمه، لسه ما قلناش راينا. يعني احنا اللجنه مدتها 3 شهور، بدات من حوالي اسبوع عشان تاخد عينات مستمره. طبعا هناخد عينات مستمره طبعا، وهننزل وهنشوف وهنقيم عشان نقول واحنا مطمنين ويمضي عليها جميع الوزارات انها امنه للاستخدام في الزراعه بدون اي معوقات او بدون اي ريستريكشنز. او يمكن تصنيفها دي ممكن تستخدم، ممكن تصنيفها مثلاً. وممكن اصلحيه لو يعني احنا التحليل المبدئي، يمكن انا كنت متحيز قوي للجزئيه دي لان انا اللي شفت التحليل. التحليل المبدئي مبشر، التحليل المبدئي ليها كان مبشر جدا. ليه؟ لخلها خلوها من العناصر الثقيله وخلوها من الباثوجينيك بكتيريا، واخد بالك؟ ونسبه الماده العضويه فيها مش قليله، 12%، وده مش وحش. والمحدد لما انا اضيف اي اسماد عضوي في الارض، عندنا احنا بتوع الاراضي عندنا حاجات محدده، اهم محدد هو نسبه الكربون الى النيتروجين. لو نسبه الكربون الى النيتروجين دي واسعه اعلى من 17، اقول لك لا ما تضيفهاش، او استنى تحطها برش، او تعمل لها كومبوستنج لحد ما تضيق النسبه، لانك لو ضفتها كده في الارض هيحصل نقص العناصر الغذائيه على النبات، ظهور اعراض نقص. لكن بصينا لقينا دي بعد من غير كومبوستنج من غير حاجه بعد عمليه المعالجه 13 لواحد، فدي برضو نتيجه كانت بالنسبه لي كانت. ودي هتبقى موفره في الاسمده طبعا، وهتبقى حفاظ على البيئه. ما هو لو انا لو اللجنه، انا مش عايز طبعا اقول قرار، احنا بنتكلم كحوار علمي، لو اللجنه قررت ان ده هنستخدمه كسماد عضوي، في كرايتيريا او في معايير للسماد العضوي، اهم حاجه فيها نسبه الماده العضويه. الماده العضويه كانت مبشره جدا، كانت 12-13%، وده مش وحش. نسبه النيتروجين فيها 1%، وانت بتضيف كام؟ 1% يعني كل 100 جرام في جرام، يعني كل 100 كيلو في كيلو. طب تخيل انت بتضيف 20 متر مكعب، يعني 20,000 كيلو. فشوف ده هيوفر لي قد ايه ان انا اكمل بعد كده المقنن السمادي للتركيب المحصول اللي انا هقول لهم عليه، فهيوفر لي في الاسمده. او ثانيا انت عندك برضو في سيناء في بعض المناطق ما بيخش لهاش سماد نيتروجيني برضو، دي ازمه طبعا. فانا بالنسبه لي لو ده نجحنا اللي احنا فعلا لقيناها ان هي امنه تماما للاستخدام في الزراعه من غير اي معوقات، دي هتبقى نقله كويسه جدا، واخد بال حضرتك؟ ليه بقى؟ لان هيوفر لي في السماد المعدني كتير جدا. بالاضافه اللي احنا برضو يمكن سينا برضو هناك بيعملوا تدوير المخلفات الزراعيه. مخلفات الزراعيه ياخدوها يعمل لها كومبوستنج بطريقه معينه 45 يوم ل 60 يوم على حسب، وبيضيفوها للارض. لكن انت عندك برضو عشان الناحيه الامنيه احنا ما بنقدرش ندخل اسمده نيتروجين زي النترات والكلام ده، واخد بال حضرتك؟ فدي هتبقى بصراحه لما ناخد القرار ان شاء الله، واجي مع حضرتك اقول لحضرتك النتيجه باذن الله بعد 3 شهور باذن الله، نقول نتيجه اللجنه ايه واحنا قلنا هنستخدمها ازاي، او بقى تستخدم استخدام اخر لو طلعنا حاجه احنا مش واخدين بالنا منها. لكن يعني لسه عندك تركيبه محصولات مختلفه يعني طبعا، موضوع طبعًا في وفره في المساحات وفي انواع المحصول. المنطقه اللي بتاعت سينا اللي هتخدم دي حوالي 460,000 فدان. المنطقه بتاعت الدلتا الجديده المشروع اللي كان بيفتحوا معاه سترايس امبارح 2.2 مليون فدان، ده يعني 30% زياده عن اللي احنا استصلحناه من اكتر من 70 سنه للاسف. انت بتضيف يعني طبعا اتاخرنا كتير جدا اتاخرنا. بلاش نرجع لورا بقى، امر لله بلاش نرجع لورا، بس ده تديك امل. انا فعلا يا دكتور لما كنت يبقى في حوار علمي مع كبار العلماء واقول هل يمكن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه على سبيل المثال القمح، فكانت الاجابه يقول لك لا يمكن. وفعلا في وقتها في ظل الموارد المتاحه واستخدام كل قطره مياه ودخول اراضي جديده ما كانش حد يتوقع ان ده يحصل. حلو قوي النقطه دي. طب احنا دلوقتي يمكن احنا حسينا بالازمه دي في الحرب الروسيه الاوكرانيه. انت دلوقتي حضرتك بتستورد قمح تقريبا 48-49%، بس احنا كويسين دلوقتي، احنا تقريبا انت بتنتج 51-52% تقريبا، واخد بال حضرتك؟ طيب احنا حسينا باهميه الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجيه واساسا القمح. شفنا احنا الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا عملت لنا ازمه، وبدأنا ندور على دولة زي الهند، وبدأنا ندور على دول تانية عشان ناخد منها بالنسبة للقمح. لما سيد الرئيس قال لك ايه؟ قال لك في خلال سنة ولا اتنين انت هتبقى واصل ل 65%. يعني انت دلوقتي عشان نوصلها للناس، انت دلوقتي بتنتج نص الرغيف بتاعك. بتنتج نص. ممكن كمان سنة او متهيألي السنة الجاية ممكن توصل ثلاث ارباع. واخد بالك؟ يبقى يوم انت ما تيجي تقفل على نفسك ايه المشكلة؟ يعني لاحظ ان احنا في سباق. طبعا. لأن انت عندك زيادة سكانية، فانت كل جديد بيتم انتاجه بيتم التاء لا وكمان يعني انت حضرتك دلوقتي تبص ليه
التنمية الزراعية الأفقية لاستصلاح الأراضي واستزراعها مهولة، لأنك أنت حصل اعتداء على أراضي الدلتا، ولازم نعترف بالكلام ده في غفلة من الزمن اللي فات، ضيع لي جزء كبير من الأراضي، وأراضي طبعا الأراضي بتاعت الوادي وأراضي أراضي طبعا لا تعوض. لكن إحنا طبعا الحمد لله اللي إحنا دلوقتي عندنا بنزود، هنزود المساحة المحصولية أو زود المساحة ومن خلالها المساحة المحصولية، بقصد المساحة المحصولية إن هي الصيفي والشتوي. يعني مثلا المليون فدان ممكن نعتبرهم 2 مليون. أيوة. ليه؟ لأن بزرع محصول صيفي وبزرع محصول شتوي، فطبعا ده مش قليل. ده بخلاف إن الإنتاجية هتختلف عن الأراضي القديمة. هتختلف ليه؟ هتختلف عن الإنتاجية. أولا أنت مستخدم، مفيش أي هدر في المشاريع التنموية الجديدة. سواء في توشكا، سواء في شارع العوينات، سواء في مشروع الدلتا الجديدة. بص شفت امبارح الميكانة اللي بتزرع إزاي، ومفيش هدر. يعني نسبة الهدر عندك أسلوب علمي طبعا، مفيش تفتت في المساحات، مفيش تفتت في المساحات، مفيش إن أنا استخدم تقاوي موجود عندي السنة اللي فاتت، مفيش الكلام ده خالص، أو حد أنتج تقاوي لسه ما تمش اعتمادها فأنا بجربها عندي عشان قالوا لي دي كويسة، لا مفيش الكلام ده خالص. فحضرتك هتيجي تبص هتلاقي إن الأراضي المشاريع التنموية وخاصة المشروع بتاع مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة اللي مستهدف ليه 2.2 مليون فدان، لا يعني أنا مش عايز أقول لك دي هتعمل قد ايه، هتقلل لك الجاب ازاي بتاع الفاتوره الاستيراديه بتاعتك. يعني انت حضرتك ممكن تنتج مع توشكا، مع شرق العوينات، مع كده، انت ممكن توصل في خلال سنه او سنتين ان انت اللي انت تكتفي بنسبه 65% من منتج زي الحماسه. التغيرات المناخيه وتاثيرها على جوده المياه والتربه بيلعب عامل كبير جدا طبعا. بس ده سؤال لحضرتك بما انك متخصص في هذا المجال، وانا كمواطن عادي، هذه الأماكن الجديدة كانت بتعاني من ارتفاع شديد في الحرارة وأن المناخ بيبقى صعب، لكن النهاردة احنا شايفين أن وطأة المناخ في هذه الأماكن بقت أقل، فهل ممكن تكون التغيرات المناخية أنا في هقول صالح لحضرتك ده هذه المشاريع؟ هو في محاصيل طبعا هيحصل لها زيادة في الإنتاج زي القطن، وفي محاصيل هيحصل لها ريدكشن لو أنت ما استنبطتش أصناف جديدة، أو لو حضرتك طبعا ارتفاع درجة الحرارة، وده أقل حاجة ممكن تحصل في ظل التغيرات المناخية، ارتفاع درجة الحرارة بيزود لي المقنن المائي بالنسبة للنبات، واخد بال حضرتك؟ طيب إحنا لو لاحظت جميع المشاريع التنموية ماشية بارل مع بعض، بترشد استهلاك في استخدام، بتنتج أصناف جديدة، يعني ممكن يعني العمر بتاعها أقل شوية، واخد بال حضرتك؟ فتستهلك كمية مية أقل، عمل تبطين للترع وعمل تبطين للكلام ده كله، يعني كله ماشي بارل مع بعض، بتعالج مياه غير تقليدية، بتستخدم مياه غير تقليدية في الزراعة. يعني مشروع الدلتا الجديدة لحد دلوقتي قايم على الأبار اللي موجودة هناك، صح، واخد بال حضرتك؟ لحد ما نكمل على آخر سنة زي ما قال السيد الرئيس امبارح إنها هتبدأ تشتغل محطة الحمام اللي هي اللي هم عاملينها، بلس الترع اللي بيمدوها من النبارية. ده صرح مشهد للترعة، يعني كان كفيل ان هو يفرحنا. انت عارف الترعة دي ماشي ازاي؟ دي جاية من الكيلو 75 في النبارية، هتمشي 174 كيلو، 174 كيلو منهم 22 كيلو تحت الارض. انت متخيل التكلفة قد ايه؟ بنية تحتية اساسية ازاي؟ لا انا متخيل الارادة، يعني طبعا الارادة هننفذ ده وهنعمله. لا طبعا، وبيتعمل وخلاص، يعني يمكن عملوا تقريبا اكتر من 40% زي ما انا سمعت امبارح، واخد بال حضرتك ازاي؟ فترعة النبارية دي هيوفروا منها 3 مليون متر مكعب، وياخدوا 7.5 مليون من المعالجة بتاعت مياه الصرف الزراعي. خليط، الخليط ده جاي منين؟ جاي من كذا مصرف، جاي من مصرف غرب النبارية، جاي من مصرف إتكو، جاي من مصرف العموم، جاي برضو متهيأ لي كل هذه المصادر القلعة، مصرف القلعة على البيئة طبعًا وعلى الدولة المصرية طبعا. كل المصارف دي هتتجمع تخش المحطة، يتعمل لها معالجة ثلاثية، بعد ما تطلع يتم خلطها بالثلاثة مليون متر مكعب اللي جاي من ترعة النصر. فيبقى عندك دلوقتي 10.5 مليون متر مكعب في اليوم، بلس الأبار الجوفية اللي موجودة، واخد بال حضرتك؟ وبالمناسبة الأبار الجوفية نسبة المياه اللي فيها يعني من حوالي من 900 لـ1200، يعني ما هو اللي بيحدد الزراعة نوعية المياه. فهم دلوقتي تبص تلاقي زارعين بطاطس، امبارح شفت امبارح زارعين بطاطس، المشهد معانا على الشاشه حاجه جميله جدا. جميل. كمان ان افتتاح المشاريع دي بيبقى فيهم حصاد. طبعا. وعندك وزرعوا قمح، بس القمح شويه من المحاصيل تتحمل الاملاح، البطاطس ما تتحملش، البنجر يتحمل. يعني انت حضرتك البنجر دلوقتي لو انت هتشوف اللي احنا
كل مشاريع التنمية وكل التوسع الأفقي في الاستصلاح والاستزراع للأراضي، كل دي بيقلل لك الفاتورة الاستيرادية وفي نفس الوقت بيقلل لك الجاب. يعني أنت خلاص أنت قربت، يعني ممكن يعني بعد المصانع الجديدة اللي هتتعمل بالنسبة لي اللي على القائمة على بنجر السكر، أنت هتوصل لاكتفاء 100% من السكر، هيبقى عندك اكتفاء 100%. دخل مصنع مؤخرا هذا الموسم طبعا في غرب المنيا، وده كمان شجع صرح على الزراعه ده صرح وعلى المصنع ده طبعا، وابتدينا نشوف مردود ليه قوي جدا على هذا القطاع. وشفت انت اول لما طلعوا اول شكاره سكر الناس كانت يعني احتفلت بيها. لا كلام حضرتك، يعني رافد لوحده ترعه 174 كيلو. انا عايز اقول لحضراتكم ان مثلا من حوالي 8 سنين قريه الامل في اسماعيليه كان في الترعه المغذيه ليها، فتثابت لمدة سنتين ثلاثة كده ولا حد زرع ولا المية جريت فيها ولا حاجة، فروحنا لقينا يعني جبال من الرمال فوق هذه الترعة. وفعلا كان في لجنة مشكلة ومتابعة رئاسية إن هذه الترعة ترجع مرة تانية، ترعة مبطنة ومصروف عليها طبعا. فشوفوا بقى المجهود اللي اتعمل في مساحة كانت لسه بسيطة، مش 174 كيلو، وعودة الحياة لهذا المكان استغرقت قد إيه مجهود. اعمل بقى مقارنة سريعة باللي بيحصل النهاردة، ان انت تشوف 174 كيلو فين؟ بتشق الصحراء. أيوة. الصحراء الجرداء. لا وبتغير مسارات وكلام كبير يعني. حياة. كلام كبير. بعد الفاصل يعني. لسه في اسرار علمية كتيرة جدا مع الدكتور محمد الخولي هنستكملها مع حضرتك. برحب بحضراتكم مرة أخرى، بنتكلم على مشروع مهم جدا من المشاريع القومية اللي الدولة النهاردة بتنفذها وبخطى سريعة. الدلتا الجديدة هو يعتبر نموذج جميل جدا في قلب الصحراء المصرية للاستفادة من الموارد المختلفة. دايما كنا بنسمع أن هذه المياه لا تصلح، جودة الأرض، صعوبات كتيرة بتقابلنا، طب أنا هروح هناك إزاي؟ ده محتاجة طريق. لا ده كله بيتغير. معهد الأراضي والمياه من المعاهد اللي نقدر نتكلم عنها علميا ونقول هو يعني عندهم المقدرة على استخراج الكنوز من بطن الأرض. يعني انت علشان تزرع النهاردة محتاج عناصر مغذية للنبات، محتاج مياه جودتها تصلح لإنبات المحاصيل المختلفة. لو انا عندي مشكلة كمواطن صحية هروح للدكتور وهعمل تحاليل. الأرض نفس القصة، كان فلاح يكلمني يقول لي انا عندي الزرعة بتاعتي مهما بضيفها أسمدة ما بتدينيش إنتاج. الاستمادة مخشوش ولا التقاوي مش كويسة؟ فترجع تتابع معاه تلاقي إن المشكلة ولا في السماد ولا في التقاوي، المشكلة عندك في أرضك في ميتك. مين اللي كان يقول لي؟ معهد الأراضي والمياه. أنا بجدد الترحاب بالدكتور محمد أخولي مدير معهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية. مشرفنا يا دكتور محمد. ربنا يخليك. خدماتكم خدمات غير محدودة للقطاع الزراعي. دور خدمات حضراتكم اللي بتقدموه للفلاح العادي بقى، الراجل اللي بيزرع الفلاح العادي. تمام. يعني يمكن معهد بحوث الأراضي والمية في أكتر من وحدة ذات طبع خاص. من أهم الوحدات اللي موجودة اللي هو مكون التحاليل والدراسات. مكون التحاليل والدراسات ده كل ما يخص تحليلات الأراضي الطبيعية والكيميائية، وكذلك تحليلات المية، وكذلك تحليلات النبات عشان تشوف هل العناصر الغذائية موجودة في الأرض ما بياخدهاش النبات وظهور نقص عرض نقص عناصر على النبات، وكذلك تحليلات السماد زي ما حضرتك قلت في سماد كتير أو ممكن يبقى مخشوش. فدلوقتي الفلاح بقى عنده أو المزارع بقى عنده وعي، ما بقاش يجيب حاجة كل حاجة تمنها غالي صح. فهو إيه المشكلة لما يروح يحلل ويطمن يعني قبل ما اشتري كميات كبيره من المنتج طبعا بيحللوها طبعا معينه اشتري حاجه بسيطه واجي لكم بالظبط كده. مش بس كده كمان، ده عندك الناس حضرتك اللي بيستورد من بره بيجيب العينه الاول يشوفها مطابقه للمواصفه اللي هو عايزها ولا لا، ويبدا يحلل على هذا اساس بيبدا يستورد. واخد بال حضرتك كل ده احنا بنقوم بيه في مكون التحليل والدراسات، ان بيجي المزارع، ممكن المزارع هو اللي يجي لنا المعامل وهو اللي جاب العينه وبنساله انت جبت العينه ازاي، لو لقيناه جايبها مظبوط عشان لازم اهم حاجه عشان تطلع رقم مظبوط هي عمليه السامبلنج او عمليه اخذ العينه، لازم العينه تكون ممثله تماما للواقع بحيث ان الرقم اللي يطلع اقدر اخد بيه قرار صح. واخد بال حضرتك؟ فلو المزارع جه ساعات بيبقى عنده مهندس بيسال مهندس هناك موجود جنبه يقول له طب خد العينه كذا وكذا، بنساله الاول جبت العينه ازاي؟ يقول لك جبتها كذا تمام، لا جبتها غلط، لا صح 1 2 3 4. عندك حل من اتنين، يا اما هو اللي يجيب العينه يا اما بتطلع لجنه من عندنا بتجيب العينه على مستوى الجمهوريه.
هو بس عشان كل اللي بيحصل اللي بيوفر وسيله مواصلات للدكتور طالع معاه لا اكثر ولا اقل. يعني انتوا ليكم بقى فروع داخل المحافظات المختلفه؟ لنا فروع لكن المركز الرئيسي هم اللي بيطلعوا. بيطلعوا الاسوان، يطلع الوادي الجديد، يطلع في اي حته، او هو يوفر التكلفه او وسيله المواصلات فقط، او يدفع حقها، او يدفع تكلفتها، او يدفع حقها، بس غالبا ما هو اللي بيوفرها لنا اسهل له. طبعا. ويروح بقى الباحث او الدكتور اللي بيروح بيجي بقى بيبص على الارض الاول نظره عامه، يشوف المظاهر اللي موجوده على السطح، بتبقى العين بتاعه الخبير مختلفه، يلاقي والله ده فيه تجمع للاملاح في الجزئيه دي، لا ده فيها طفله، لا ده كربونات الكالسيوم عاليه، لا ده 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 مستوى الماء الارضي عالي. لما جه عمل قطاع ارضي بيعمل ايه بقى؟ هو بيقوم عامل قطاعات ارضيه متر في متر في عمق متر ونص، ويبدا يحلل القطاع الارضي متر في متر في عمق متر ونص. بيبدا بقى يوصف القطاع ده من الناحيه المورفولوجيه، بيبدا ياخد العينه كل تغير لتحت، بمعنى يلاقي مثلا اللون ده مثلا غامق يقوم واخد منه العينه، الطبقه دي طلعت 30 سم، من 6 من 30 ل 60 لقاها لون ثاني، من 90 ل 120 لقاها لون ثالث، او القطاع كله ممكن يبقى حاجه واحده على حسب الاسمنه الجيولوجيه بتاعه تكوين الاراضي. تمام، واخد بال حضرتك. بيبدا يوصف المورفولوجي، بيبقى معاه ورق كده مكتوب فيها ايه اللي هو بالظبط يبص عليه، والله ده فيه تجمعات لجبس، لا ده فيه زلط، لا ده فيه نسبه كربونات كالسيوم، لا ده فيه طبقه صامه تحت وفي الحاله دي بتعمل لي مشكله، هل الطبقه دي بتدوب ممكن تتكسر، ولا ان الفلاح هيزرع عليها من غير ما ياخد باله وفي الاخر الميه ترد في النبات وتموته. ودي صح. بتظهر لنا كتير جدا، بتبقى عروق في الارض على عمق 30 و40 سم، واخد بال حضرتك، والفلاح ما بقاش عارف الا لما بعمل قطاعات ارضيه. فلما بينزل الخبير بيبدا ياخد القطاعات الارضيه بطريقته بقى، هو بيشوف درجه التجانس، كل مجموعه او كل افدنه متجانسه مع بعض بيعمل لها بروفايل او بيعمل لها قطاع، واخد بال حضرتك. بعد كده بتيجي العينات دي بقى المعمل، بتبدا يتعمل لها تحليل كيميائيه ويتعمل لها تحليل فيزيائيه، بيبدا الكلام ده كله يتركب على الوصف المورفولوجي. واهم حاجه من ده كله ان لازم عينه الميه يكون موجوده مع الارض، لازم التربة. ليه؟ لان هي المحدد للزراعه. الارض ليها مليون حل، الارض ليها مليون حل، والله لو في شويه ملوحه هغسلها، فيها كربونات كالسيوم هنقول لك تتعامل معاها ازاي من ناحيه التسميد، لا ده فيها جبس مش عارف اعمل لي عرق ازاي، لا ده فيها طبقه صامه، كل الكلام ده هعرف احله، واخد بال. الارض فقيره في محتوى من العناصر الغذائيه، هعرف احله. اللي انا ماليش حل هو الميه، فانا على اساس لما نركب بقى التحليل ونشوف عينه الميه معاهم بنبدا نديله التركيب المحصول الى حد ما اللي ممكن ينفع مع الميه دي، ونديله كمان ونعمل له كمان لو هو زارع بنعمله توصيه سماديه عاليه، نقول له مثلا والله انت زارع مثلا خضار كذا، يبقى انت المفروض تضيف نترات امونيوم بمعدل كذا وفي اليوم الفلاني، و نديله خريطه كامله يمشي عليها، لو مش عليها هيحصل على اعلى انتاجيه. مع مرور السنين حضرتك لاحظت ان في بعض العين تجي لك يكون المشاكل اللي فيها بسبب الافراط الزائد في التسميد؟ طبعا، دي 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 دي, دي ظهرت لنا طبعا، دي يمكن ظهرت في مزارع مستثمرين كمان كبار. يعني الغريبه ان هي ظهرت في مزارع مستثمرين كبار، وبص تلاقي النبات من فوق مليان في نمو الخضري عالي جدا، وبص لقينا الجذر صغير قد كده. لما جم عملوا قطاع الارض وشافوا الكلام ده اكتشفوا ان هم بيدوا اضعاف المقنن المائي في اي سماد بيضيفه بيتغسل، بيروي غمر برضه طبعا. واحيانا حتى كمان لما هم بيزودوا النقاطات حوالين الشجر ويفتح بدون حسابات، يا جماعه ما تحطوا محابس وتدي المقنن السمادي المظبوط بتاعك، زي ما احنا قلنا لازم نحافظ على الالتزام ما بين الميه والهواء اللي موجود، لان في تفاعل بيحصل ما بين الهواء والميه والسماد. ما هو حضرتك لما هو انا عندي الـ 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 الفراغات البينيه اللي موجوده في الارض، الاوبتيمم لازم يبقى يكون نصها مليان ميه ونصها مليان هواء، فلما حضرتك تقعد تدي ميه انت بتقفل خلاص، ما عندكش اكسجين خالص، طب الجدر هيتنفس ازاي؟ واخد بال حضرتك. وهو بقى بيضيف كل يوم ميه فبيعفن لك الجذور كمان بيموتها، واخد بال حضرتك، بيحصل عفان جذور عاليه جدا كتير جدا، بتجي لي القصه دي اللي احنا نلاقي عفان جذور عاليه جدا، ده النتيجه لايه؟ لزياده ميه الري. يعني لازم وانا بزرع يبقى بزرع عن رؤيه، طبعًا. عن علم، طبعا اشوف الارض بتاعتي دي وضعها ايه. افرض انا ما عنديش اي مشاكل، الزراعه بتاعتي كويسه والميه بتاعتي معتدله، طب برضو التحليل هيفيدني لان انا ممكن اقلل مقننات سماديه فده هيوفر معايا في الفلوس، ولو انا ظبطت عمليه التسميد هتزود الانتاجيه عندي، فانا كده برضو استفدت كمستثمر. فمهم جدا التواصل مع علمائنا، ويعني لو جيت اتكلم على اتواصل معاكم ازاي، من خلال الفرع الرئيسي فقط ولا هو ممكن من هو خلال هو الفرع الرئيسي هو الاساس، لان الفرع الرئيسي ده بيغذي كل المحطات. في بعض الاماكن زي مثلا مكون التحليل والدراسات له معامل في النوباريه تقدر تعمل لك التحليلات دي، في معامل في الاسماعيليه، في معامل في سخا،
واخد بال حضرتك، لكن احنا بنفكر دلوقتي ان احنا نعمل شويه تطوير للاجهزه في الصعيد، لان الصعيد دلوقتي منطقه تنميه عاليه جدا، في تنميه في الصعيد عاليه جدا، في اهتمام من الدوله بالصعيد طبعا. ده في مشروع توشكا ده يعني، يعني شوف كام الف فدان، 500 وعندك الف الاراضي فدان. القديمه وعندك زراعات القصب وعندك محاصيل كتير، عندي محاصيل كتيره جدا، والناس محتاجه ان فعلا ان احنا نتوسع في الجزئيه دي هناك. احيانا احنا بنسهل على المزارع، نقول له يا جماعه طب معلش ممكن انت تبعت العينه واحنا نبعت لك العينه بعد كده بطريقه سهله، أيوه. النتيجه ونكتب لك الريكومنديشن، مفيش مشكله، واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن مش هي دي مش بتروح، يبقى في معامل متنقله يعني سيارات هي اللي تقوم بعمل، والله اصل هقول لحضرتك على حاجه، هو المعامل احنا يمكن لما بصينا لقينا الاجهزه البورتبل، لقينا الدقه بتاعتها مش زي البنش توب، مش زي الاجهزه الكبيره اللي موجوده، بتبقى عباره عن سنسورز. يعني مثلا جالي واحد يقول لي مثلا انا قست عينه الميه دي وانا زارع كذا والعينه طالعه 400 جزء في المليون بالنسبه للملوحه بتاعه الميه، ايوه انت قستها بايه؟ يقول لك قستها بالجهاز البورتبل. مستثمرين عندهم الكلام ده وبيجيبوه، هو اللي زي القلم ده، اللي هو زي القلم. تبص هتلاقي القلم ده ممكن يشتغل معاك مثلا 10 15 مره كويس، 20 مره ماكسيمم. لما تيجي تشوف بعد كده، لما تيجي تاخد العينه دي وتقول لي ده دي 1500، يقول لي ازاي ده 400 يا عم الجهاز مش مظبوط. فاحنا دايما بنقول يا جماعه الجهاز ده لو انت مصر ان انت تستخدم هذا الجهاز يبقى تستخدمه مظبوط وتعمل له كاليبريشن على الاقل كل شهر او شهرين عشان تضمن ان القرايه دي، لانك انت بتحدد عليها بتاخد عليها قرار. تلاقيه زرع نبات حساس، ما هو 400 ده ينفع مع اي حاجه، نهر نيل ازرع بقى وانا مطمن تيجي تبص بجد بقى وتيجي تعملها تحليل مظبوط، لا تطلع 1500، لا ما تنفعش وانت زرعه، فيلاقي نفسه خسر خساره كبيره جدا، وللاسف بيجي لنا بعد ما خسر. ودي مشهوره جدا في مزارع المانجا، لان المانجا من النباتات الحساسه جدا لمروحه ميه الري. وانتم عينيكم على محاصيل معينه؟ يعني في بعض المحاصيل في اهتمام بيها، شفتوا انه في مشاكل ظهرت في السنوات الاخيره؟ يعني ناس بتشتكي من الجوافه، ناس بتشتكي من المانجا، الفراوله اللي والله هي دي بقى، دي فعلا ناتجه عن، يمكن ده مش تخصصنا قوي مش دخل قوي، لكن التغيرات المناخيه كانت عنيفه جدا. انت عندك السنه دي انت مسجل اكتر من 500 ساعه بروده، فاكيد صح. طبعا دي هتاثر على في ناس قالت الصيف بالشهيج السنه دي، اه بالظبط، واخد بال حضرتك، كل ده بيأثر على المنتج الزراعي. لما حضرتك تشوف على مستوى المزارع بقى، ده احنا عملنا معاك كلام، تبص بقى على مستوى مشروع كبير زي دلتا، زي مشروع الدلتا الجديد، طبعا انت بقى ده انت عندك مساحه 2.2 مليون فدان. هل الدلتا الجديده هي فرصه ان انا يبقى عندي زراعه عضويه اورجانيك؟ ما انا هقول، طب كويس قوي ان انت جبت النقطه دي، هقول لحضرتك على حاجه. هي الدلتا الجديده لما تيجي تشوف احنا درسناها ازاي، طبعا الموضوع مش سهل، انت بتدرس 2 مليون فدان، اكتر من 2 مليون فدان، صح. فبينزل معاك وزاره الزراعه، نزلت بكل هيئتها مع جامعات مصريه، واخد بال حضرتك، ونزلوا عملوا، بيعملوا زي ما بقول لحضرتك حصر استكشافي، كل 60 فدان متجانس بيعملوا فيه قطاعات ارضيه، تمام ينزل يوصفه وصف مورفولوجي مظبوط، لان الوصف المورفولوجي ده بيجيب لي الهيستوري بتاع الارض، بتقدر تفهم منه حاجات كتير قوي، واخد بال حضرتك. بيبداوا يجيبوا العينات ويدوها للمعامل. لما تخش عندنا بعد كده في موجوده في المعامل، بتيجي بقى نعمل لك التحليلات الكيميائيه والفيزيائيه، مش بس كده، ده انت بتتكلم على منطقه دراسه واسعه جدا، بتاخد بيانات الارصاد الجويه، بتاخد بيانات الارصاد الجويه بتاعه المنطقه، بتجيبها من الجهه المسؤوله عن الارصاد الجويه، يعني بدايه من الارصاد الجويه طبعا لازم، يعني انا مش بس بكتفي بالدراسه بتاعتي دي، لا ده انا بجيب بيانات الارصاد الجويه اللي موجوده عندي. ليه؟ لان تبعا للارصاد الجويه، وتبعا لنوعيه التربه اللي احنا شفناها والتحليلات الكيميائيه والفيزيائيه، وتبعا للميه، نوعيه الميه اللي موجوده وكميتها، نوعيه وكميه، لان ممكن النوعيه دي ما تنفعش مثلا استخدم نبات شره للميه مثلا، صح. فانا لازم اظبط نفسي على كميه الميه اللي عندي من ناحيه الكم ومن ناحيه النوع. كان في بعض المحاور انتم مستهدفين دراستها علميا، طبعا درجات الحراره او طبعا المياه. درجات الحراره والرطوبه النسبيه وسرعه الرياح، عشان تشوف هتعمل مصدات رياح في اي اتجاه، ما انت لازم تعمل مصدات رياح دي مهمه جدا، بيغفلها ناس كتير لما يجي يبتدي في اراضي جديده طبعا. فطبعا كل الكلام ده اتدرس دراسه محترمه في كل المشاريع التنمويه الجديده في الاراضي الصحراويه. درسنا ازاي المناخ، ازاي نوعيه الميه، ازاي التربه الخواص الطبيعيه والكيميائيه، واخد بال حضرتك. وعلى هذا الاساس بدانا نحط تركيب محصول. يبقى احنا دراسه علميه محترمه في ظل وجود التقنيات الحديثه والميكنه اللي احنا شفناها امبارح. على فكره انا بقول ان هذا التوقيت للعلماء هو حظ وفرصه، ان انتم عندكم هذه الامكانيات اللي دايما، معلش انا اسف، البحث العلمي كان بيبقى حبيس الادراج. ولسه حضرتك قايل ده، قال لي احنا عملنا الدراسه بتاعه توشكا سنه 2000 بالظبط، من سنه 2000 لغايه لما تم احياء مشروع توشكا، مش الدراسه دي كانت محبوسه في الدرج؟ اه طبعا، او بالاصح ما كانش فيه
اصل خلي بال حضرتك انت اتصرف بنيه اساسيه مهوله ما كانش حد بيبص لها في وقت زي ده. يقول لك انت بتصرفه وتعمل كوبري، لا انت بطن ترعى، ده انت تعمل لي محطتين كهرباء في الصحراء، ده دلتا جديده فيها محطتين كهرباء 300 ميجا، فيها طرق داخليه طوليه وعرضيه حوالي تقريبا 500 كيلو على ما اتذكر، واخد بال حضرتك، منهم 60 طولي و35 عرضي. هو المسمى الدلتا، فالدلتا مش زراعه فقط، الدلتا زراعه تنمية. وحياه وتنميه. اصل حضرتك ده انت هتبص هتلاقي، انت بصيت امبارح شفنا لزراعات البنكر، هتبص هتلاقي في عندك مصانع بنكر هتنشا، هيبقى عندك مصانع تعبئه، هيبقى عندك مصانع تغليف، هيبقى عندك ممكن صناعات طالعه من صناعات غذائيه، كل الكلام ده ممكن وارد لان عندك مساحه كويسه. واحنا لما جينا عملنا الدراسه بصفه عامه لقينا ان تقريبا اكتر من 95% او اكتر من 90% الاراضي صالحه للزراعه، هايله. في بعض الجزء حتى الرئيس قال عليها امبارح، قال لك في جزء الصخر، جزء الصخر ده اللي هنعمل عليه الـ 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 المشاريع الزراعيه، مصنع تعبئه، مصنع تغليف، مصنع بنج كده. هل في اماكن تم تخصيصها طبعا للثروه الحيوانيه طبعا اللي هي لا تصلح للزراعه؟ بالظبط، هيتعمل ثروه حيوانيه ودي هتبقى تحفه، يعني دي هتبقى جميله، يعني هيبقى عندك الثروه الحيوانيه موجوده، هيبقى عندك الانتاج النباتي موجود، هيبقى عندك مصانع الالبان، حتى هتطلع لك هتضطر تعمل مصانع البان وتشتغل، واخد بال حضرتك ازاي. بالاضافه بقى انت حضرتك سالت سؤال مهم جدا، طب احنا ممكن نستخدمها اراضي عضويه؟ طيب احنا عندنا اصلا الاراضي الاراضي الصحراويه دي اراضي فيرجن سويل، اراضي بكر، لا المسها مبيدات ولا المسها، لكن احنا عندنا خلينا نقول مشكله الاراضي دي بتبقى فقرها في العناصر الغذائيه في البدايه، في البدايه بيبقى عندي فقر في العناصر الغذائيه. طبعا هيجي لي عناصر، انتم برضو كمعهد عندكم لجنه مسؤوله عن تقييم المنتجات المغذيه او بدائل الاسمده الازوتيه، طبعا هل دي هتفي بالغرض؟ والله انا يمكن لسه احنا عايزين نعرض هذا الكلام، اللي احنا هنشوف ازاي نستفيد من المخلفات اللي خارجه من 2 مليون فدان. يمكن احنا عملنا دراسه، لما انا قلت لحضرتك احنا عملنا دراسه مبدئيه افتراضيه اللي احنا هنزرع 70% محاصيل استراتيجيه و30% خضار فاكهه اذا كاش كروب عشان تجيب لي فلوس. ايوه واخد بال حضرتك ازاي؟ عايز منها عائد سريع. ما انا مش كله هيبقى محاصيل استراتيجيه، مع ان المحاصيل الاستراتيجيه امن قومي وليها اهميه، بس انت ما صرفت عليه كمشروع بيبقى فيه دراسه جدوى. طبعًا. اولا انا عندي محاصيل استراتيجيه وفي محاصيل تصديريه بالزبط. فدي هتدخل لي سيوله، فهي تمام. عمليه تنميه شامله، تنميه مستدامه شامله. طيب برضو السؤال تاني، انا النهارده بتكلم عن الزراعه العضويه وبقى ليها قانون وحضراتكم مسؤولين عن جانب كبير فيها فعلا، هل احنا كمصر كدوله قدرنا ان احنا نتقدم في هذا المجال؟ هل احنا ممكن ندخل فيه بقوه؟ هقول لحضرتك بقى، يمكن انا كنت في زياره للسويد والدنمارك من تقريبا 20 سنه، وكان عندهم المزارع العضويه منتشره انتشار واسع جدا. مشكله الزراعه العضويه عندنا ان انت بتضيف كميات عاليه جدا من الاسمده العضويه اللي هي الكومبوست، يعني اللي هي مخلفات المزرعه اللي عند حضرتك، البقايا اللي روث الحيوانات، ممكن تعمل في عندك سماد عضوي نباتي وحيواني وميكس ما بينهم. المشكله اللي انت مش كل المحاصيل قدروا يوصلوا فيها للإنتاج الأمثل. وأنا برضو أنا ببص أوفر المقنن الغذائي للمحصول بالظبط كده، اللي هو العناصر. طب والسماد الحيوي؟ ما هو كل ده احنا دلوقتي عايزين نعمل كومباتيبلتي ما بين الحاجات دي كلها، سماد معدني وحيوي وعضوي. عشان كده يمكن أنا كراجل متخصص أنا بشجع مصطلح الانتجريتد فارم. الانتجريتد فارم اللي هو الخليط بين العضوي والمعدني والحيوي. ليه؟ لأن ده ثبت علميا وبتجاربنا إن الغذاء اللي طالع غذاء آمن ممكن يتصدر. طيب إحنا بنقول دي، يمكن إحنا عملنا دراسة افتراضية لما قلت لحضرتك عملنا تركيب محصولي ك 70% محاصيل استراتيجية و 30% إذا كاش كروب زي الخضار والفاكهة. نبص نلاقي لو إحنا بصينا من 2 مليون فدان لما جينا عملنا على 70% وال 30 لقيتهم هيجيبوا لي تقريبا 3.8 طن مخلفات. مليون طن مخلفات، مخلفات. الموسم الصيف لما تيجي تعمل لها كومبوست بتخس شويه، طبعا بتعملها كومبوست من صح. من 45 ل 60 يوم على حسب، لو هي نباتيه بس تبقى 60 يوم، نباتيه مطعمه بالحيواني وكمان هيعملوا انتاج حيواني طبعا بكميات كبيره عشان تقدر توفر بالظبط بالظبط، فهتبقى حوالي 45 يوم بس اللي انت تعملها كمر، واخد بال حضرتك. بصينا لقينا ان احنا ممكن نطلع 1.5 مليون طن سماد في الموسم الصيفي. عارف ده المليون ونص طن في السماد ده اللي طالع من المخلفات النباتيه ده يوفر لي قد ايه؟ كم طن مثلا من سماد زي النيتروجين زي اليوريا؟ 34 طن. 34 مليون ونص طن يوازي 34 طن من اليوريا، واخد بال حضرتك ازاي؟ يوازي 51,000 طن سوبر فوسفات.
يوازي 16600. ده, 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 ده الاقتصاد الأخضر بالظبط. ده الاقتصاد الأخضر للعالم كله بيقوله. ومصر على فكرة من أوائل الدول دلوقتي بالظبط. عشان كده المخلفات ده احنا حسبنا المخلفات الموجودة. أنا ما حسبتش إنتاج حيواني لسه. ده مخلفات نباتية مخلفات بس عقلية. آه على أساس اللي أنا قلت افتراضي افتراضي برضه دي مهمة. 70% تركيب محصول استراتيجي و30% خضار وفاكهة. يعني البنجر اللي احنا اتاخده امبارح ده، طب انت هتاخد العيش بتاع البركه وتعمل له كومبوست وهتطلع منه سباد محترم. صح. بص ببساطه لما بترجع الجزء المخلفات اللي موجوده للارض تقريبا انت بترجع تلت ما استنزف من العناصر الغذائيه المحصوله تقريبا. بالدراسات عارف ان الفلاح كان بيعمل كده، بيقول لك بزرع الزراعه واقلبها في الارض. طبعا صح طبعا. عشان كده لما تيجي تقيس تركيز لما كنا احنا بنعمل بنتكلم على خريطه سماديه وبنتكلم على الكلام ده، لما تيجي تقيس مثلا احنا قسنا مثلا من 5 سنين في محافظه زي البحيره مثلا، تبص تلاقي تركيز النيتروجين 80 ترجع له تاني تلاقيه 85 او 80. ليه؟ لان ممارسات الفلاح ثابته. الفلاح بس شاطر، فممارسات الفلاح ثابته زي ما حضرتك بتقول، بيقوم طالع الحاجه وبعد كده قلب لك الباقي في الارض ومقلبه ويضيف لك شويه سماد نيتروجين عشان يتحلل. بيعمل له كمر في الارض، ما بيعملوش كمر بره كمان. ايوه بس ده بس طبعا الكلام ده طبعا. شوف الفلاح بيعمله من كام سنه، واحنا النهارده بنطبق عليه البحث العلمي علشان يستفيد فيه المساحات الشاسعه. فتخيل حضرتك الماده العضويه اللي انا قلت لحضرتك عليها من المخلفات من الدلتا الجديده فقط. طب المخلفات دي انا هعمل ايه؟ طب انا استفيد بيها كاسماد. هو ده الزيرو ويست طبعا. مفيش اي مخلفات عندي مش هتشتغل بالظبط. ويا سلام كمان لو احنا نجحنا ولقينا ان الحمقه اللي طالعه دي فعلا مواصفه للطبقه للدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه والاي بي اي الامريكيه والكلام ده كله، ونبدا ناخد قرار يا جماعه ده 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 اسماد عضوي محترم. بس الكلام ده ممكن بعد كام شهر من الدراسة أجي أقول لحضرتك إحنا تم فيه إيه، وهيبقى الموضوع فيه شفافية. طبعا الموضوع فيه تطبيق علم وفيه إجراءات عديدة، لأن أنت بتتكلم على إزاي استفيد من الموارد المتاحة وحافظ على البيئة وحافظ على صحة الإنسان، ويبقى عندي منتج أورجانيك فعلا. دور بيقوم بيه علمائنا في هدوء، لأن دايما الناس بتتكلم أنتوا بتعملوا إيه. لا هقول لك بنعمل إيه. لما جينا نتكلم عن القمح هقول لكم ان كل زياده حصلت في السنوات الماضيه بسبب البحث العلمي وبسبب الابحاث اللي بتتم على الارض الزراعيه وعلى المياه وعلى استنباط سلالات واصناف جديده. طب كانت بتروح فين؟ كفايه ان انت معدلك اللي هو 49% اللي انت بتستوردهم ثابت، مع ان في زياده سكانيه بالزبط. مع ان في تغيرات مناخيه، مع ان في جزء تم استقطاعه بالتعدي على الاراضي الزراعيه، في تطور في الصناعات المختلفة اللي بتستخدم الأقماح. أو إحنا القمح اللي رغيف العيش فقط، أي نعم في أصناف كتيرة وقمح الديورم لكن أنت حصل عندك نوع من التطور والرفاهية في المجتمع، فأنت استهلاك الفرد زاد. كل ده وأنت بتتكلم أن المعدل متوسط وثابت يعني في في المعقول. طيب لو إحنا جينا نشوف بقى النهاردة زيادة المساحات الجديدة، استنباط السلالات أكثر إنتاجية، استخدام موارد مائية، ده يخليني أقلل الفجوة الاستيرادية. أنا بشكر حضرتك وإن شاء الله نتقابل ومعاك بقى الدراسة بإذن الله، الدراسة والنتيجة النهائية اللي تكون مبشرة بالخير لكل المصريين. بشكر حضرتك الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه بمركز بحوث الزراعية. شكرا جزيلا، نورتنا دكتور. ربنا يخليك ويبارك فيك. مشاهدي برنامج الزراعية الآن، هي الزراعة فعلا حياة، ما هي مش مجرد كلمة. دور على أي مكان بيتم إنشاء مشروع زراعي فيه هتدب في الروح، هتلاقي الناس بتيجي وبتسافر وبتشتغل وبتتحرك، وواحد جاي يسأل على فرصة الاستثمار، وشركات بتشغل عمالة في القطاع الزراعي، وبيوت بتتفتح جنبا إلى جنب مع خدمات وطرق تتناسب مع المعيشة. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.